عملائنا الكرام، عملاء المدينة المنورة المحترمين، قطعة أرض 5 فدادين، بيع وشراء أرض رملية بقرية الشجاعة، مدينة النبرية، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، قطعة أرض تصلح لجميع الزراعات: الخوخ، التفاح، المانجا، العنب، الفراولة، الفاصوليا، الكاكا، اي زراعات حضرتك تتوقعها. حتة ارض اقسم بجلالة الله لم ليها حل ولا قدرة. قطعة ارض بينها وبين الاسفلت قطعة واحدة، تبعد عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي 3 كيلو، كهرباء ومية بحاري. حتة ارض محترمة، الارض مزروعة بالكامل ال5 فدادين فاصوليا. فاصوليا حضرتك ما شفتهاش في حاجة، بص حاجة تفرح. لو عايز تجيب مشروع على الأرض، زريبة مواشي، دواجن، حتة الأرض تصلح لجميع الزراعات، بعد الوقائي موجود فيه. بينه وبين الصحراوي 3 كيلو، كهرباء ومية بحاري. تبعد عن القرية 2 كيلو، تبعد عن القرية 2 كيلو. جميع الزراعات حواليها أشجار من كل حتة، حاجة محترمة. فرصة للمشاهدين بتوعنا المحترمين المتابعين معانا.